أشكر جميع أعضاء الموقع الرسمي نادي الغرافة على المبادرة الطيبة، وغريب عليهم هالمبادرات الحلوة، وأنا أشكرهم شكر جزيل صراحة. فاجأوني بهاي الكعكة الحلوة بمناسبة أحسن لعب في أمم آسيا وأهداف أمم آسيا، وأيضا حصلنا على البطولة. فأعتقد هم أيضا أهل البيت، يعني واحد منهم أعتقد الإنجاز أيضا ينحسب لهم، فمبروك لهم إن شاء الله رب العالمين. أتمنى هذا الموسم إن نحقق الطموحات اللي ما قدرنا نحققها الموسم الجاي، يا رب العالمين إن شاء الله نفرحهم هاي السنة.